واحد بيقول أرجو معرفة ما الفرق بين الأسقف والمطران. هو المطران طبعا رتبة أكبر من الأسقف من الناحية الإدارية، لكن من الناحية الكهنوتية هي ما فيش فرق. كلمة مطران أصلها متروبوليتيس ماتر يعني أم، وبوليس يعني مدينة. متروبوليتيس يعني صاحب المدينة الأم، فكان بياخذ هذه الدرجة صاحب المدينة الكبيرة، وأحيانا كان بيبقى معاه أسقف آخرين. حاليا دلوقتي ما فيش فرق كهنوتيا بين الأسقف والمطران، وزمان برضو ما كانش فيه فرق. الفرق إداري وليس كهنوتي.